قالت إمتى رح تجي؟ هي ما بتتصل بنوب والخانم ما بتجي على كيفة. المدام عطيتها وش كتير. ليكي ماني متحمل حالي، جاوبيني مثل العالم والناس. هالحكي مو مزبوط، مستحيل. يعني منار أول ما ولدت أخذت الطوق وخبيته معي، كيف بده يوصل لأيده؟ أخده من بنته. أي بنت؟ ما بعرف، أساساً أنا جاي لعندك حتى تفهميني. على حكي رسلان في بنت تانية طلعت لنا، وعلى هوا حكيك أنتي بنتي الحقيقية بتكون منار. رح تموت إذا ضلت هيك. خبر تيمور بيك؟ شو دخلك؟ لا لك أبوها ولا لك ابنها. إذا ماتت ولا عاشت نحن شو دخلنا؟ ما ضل مكان ما دورت فيه، بس ما يكونوا هون. والله ما بعرف افرح ولا ازعل. وين راح السيدي؟ فحصت كمبيوتر كمال، مو هيك؟ فحصته استاذ وفتشته كله، ما في شيء. مين لكان؟ مين هو؟ روح انت بعدين بنحكي سوا. ماشي. ما في داعي نبهك انك ما تفتح تمك بكلمه، ما هيك؟ لا تخاف. عم تسالني عن مرتك؟ شوفي، امبارح بالليل طلعت من البيت وتركت الاولاد وما رجعت، واليوم ما اجت على الشغل. انا كنت مفكرتها تاخرت. ليش ما اخذت اذن منك؟ لا ما اخذت. لكن شو عم تعمل؟ هي والله بهدلتنا. الله يلعن، وين راح الواطي؟ العمى شو محتال؟ معافاي إن شاء الله. يسلم. شو صار؟ أنا بالمستوصف. كان معك حق، تاري رنا إلى أصبع بالموضوع. ما قلت لك؟ طلعت بتعرف كل شيء. تعرف، بس عاملي حالة ما بتعرف. وشو رح تعمل؟ رح أتركها، خليها تتسلى لشوي. أم نخلص من فريدة وبيجي دورة وبخلص عليها هي كمان. يعني اللي بدك إياه رح يصير، بعد شوي رح أعطي الأوامر. إيه بسرعة لك. صار دورك. ماشي. هاد المعلم. نعم تيمور بيك. تمام. يلا خلص الشغلة. جيب الحبل يعني؟ لا، المعلم غير الطريقة، بدنا نحرقها.
مع فاية إن شاء الله. يسلموا. على علمك إمتى بأخذ النتيجة؟ تقريباً بتطلع بعد أسبوع. يعني بعد 4 أيام ما بتزبط؟ مع الأسف ما بتزبط. عم بسأل هالسؤال مشانك لا تقدري تنامي وأنت مرتاحة. يلا خلينا نمشي. نسيت شنطاتي جوا، رح جيبها. انت سبقيني وانا بلحقك. شو عم تعملي هون مدام؟ كنت نسيانة شنطاتي. يا ترى من وين الطريق؟ اها هذا هو. تفضل معلم، بدك شي؟ شفتوا شي سيارة لونها أزرق غامق مرقت من هون؟ ما شفتها، شفتوها أنتو شي؟ ما شفناها منو؟ ما مرقت هيك سيارة. طيب يسلموا، موفقين. الله يسلمك. أهلا وسهلا. يا هلا شرفت.
انتي منار ليش معندي؟ قبل شوي اعطيتيه عينه، شو صار يعني اعطيه مره ثانيه؟ يعني قبل شوي اخذت، ليش لحتى تاخذ مره ثانيه؟ شو عم نلعب نحن؟ انا عندي فقر دم ما عاد اتحمل، حاسه حالي رح دوخ. بس يا مدام نحن ما سحبنا كيلو، هن مجرد عينه. عامله حالك فهمانه؟ عم قلكن اني دايخه، ليش انتم ما عم تفهموا علي؟ منار الدنيا عم تفتل فيني، رح يغط على قلبي. منار منار مدام منار يا عمري مدام انت بخير؟ خدوا معك وافحص لي كل الملفات يلي بقلبه، واذا فيهم شيء اتصل فيني، لو كان الوقت متاخر ما بتفرق معي. حاضر استاذ ولا يهمك. ضد منار هاي ما لأمان، ما منعرف شو ممكن تعمل. مدام مدام منار مدام منار انت منيحة؟ منار شو اللي عم تعملي وليه؟ منار نعم شو قليلة أدب، شو ما بتستحي؟ شو صار لك؟ ليش عم تساوي هيك؟ انتو مو فرقاني معكم، اللي بياكل العصي مو مثل اللي بيعدها. منار حبيبتي قادي، بس بدنا ناخد عينة الدم. فينا ناخد عينة من دمك ولا لا؟ أنا تعبانة كتير، خليني روح غسل وشي بلكي بصحصح. أنا عن جد آسفة، بعتذر. ولا يهمك مدام، بشغلنا هاد بيمرق علينا كتير مثل هيك عالم. كيف؟ بيهربوا منشان ما يعطونا عين الدم، بيعملوا نفس التصرف يعني. فريدة فريدة شدي حيلك شوي، الحمد لله لساتك عايشة. ايه لوين بدي اخدك هلأ؟ لقيتها للفيلا اللي بالمزرعة. انبسطي، فريدة عطتك عمرة. شو قلت؟ ماتت؟ روح شوفها فوراً، بلكي ما ماتت. لا شو انتي جنيتي منار؟ عم قلك صارت فحم. اعمل اللي عم قلك عليه، اتصل مع رجالك فوراً، خليهم يساعدوها ويطفوا النار، يعملوا أي شيء. لك شو هالتخبيص هاد؟ شو نحن عم نلعب؟ لك أنا ماني فاضي أشرح لك هلأ، عمل اللي عم قلك عليه، بدي منها دم فوراً. الممرضة الغبية كسرت العينة وهلأ بدهم ياخدوا مني دم مرة تانية، وأكيد رح انكشف. شو بدي أعمل هلأ؟ ما بعرف شو بدك تعملي. لا تصرخ كتير، أحسن ما ينتبهوا يلي حواليك، أعطيهم دم. وبعدين شو رح يصير؟ منفكر شو رح نساوي، هلأ أعطيهم العينة. أنا رايح أشوفها. ماشي. منار انت منيحه؟ كثير منيحه الله ياخذك. مدام امال انا اليوم حاسه حالي دايخه كثير وتعبانه وما انا عارفه شو بدي اعمل. طيب استعجلي لو سمحتي. يلا جاي. يا الله كيف بدي اخلص من هالورطه هي؟
تكون يعني؟ نزلت شوي على السوق. أي سوق هذا أنت الثاني؟ هلا وقت السوق؟ ها؟ مو أنت اللي قلتي لي تسوقي وانبسطي واشتري شو ما بدك وآمال هي اللي رح تدفع؟ إذا ما أجيتي بسرعة نحن يلي رح ندفع الفاتورة وبالسجن. وينك أنتي؟ بالعيادة، نزلت على فحص الدي إن إيه. إيه؟ مو أنتي اللي طلبتي من آمال تساوي لك هذا الفحص؟ على أساس واثقة من حالك شو صار؟ طيب غلطت شو أعمل؟ ما توقعت يصير معي هيك. خلصيني من هالورطة، اتصلي بآمال خليها تجي لعندك. الحق علي اللي رديت عليكي أصلاً، فضحتينا منار، فضحتينا. من شان الله اتصلي فيها ولاقي لك شي حل. ما حذرتي ما رح اتصل بحدا، على اساس تحلي المشكله ست منار. روحي دبري حالك، انا ما دخلني بشي. هيك لكان، بعد ما اخلص من هالمشكله رح فرجيكي. الله ياخدك. اوف، يا ترى بيرضوا يرجعوا لي هدول؟ اوف. يلا خلصينا بقى، انا تلفت اعصابي بدنا نروح على البيت. شو صار معك؟ يلا جاي. يا ربي يا الله. ليكني اجيت؟ شو صار لك؟ خلينا نخلص ونمشي بقى. ليش معصبك كل هالقد؟ إلي سام استنى. ايه بس ما في داعي تعصبي. اجينا فوتي. تفضلي. اي ايد بدك؟ بس افتحي تمك. يسلموا ايديكي. شو سويتي انت هلا؟ بعد اسبوع تاخذي النتيجه. شو يعني هيك اخذتي عينه؟ اي نعم. خير، شو في كمان؟ داخل على الله وعليكي، جهزي حالي، بدي تداوي وحدة مريضة. شو صاير لها؟ طلعتها من الحريق. إيه. مسكينة احترقت، غاطت على قلبها وما عرفت شو بدي ساوي. ليش ما أخذتها لعند الدكتور؟ خالتي ليكون. خالتي مشان الله خلصيني بقى، مو وقت هالحكي المالو طعمي، عم قلك حالتها سيئة كتير. استنى شوي لجيب الشنتاية. يلا بسرعة. والله الخانم تركتني بنص الطريق، قال شو عنده شغل. انت شو عم تعمل بالشركة؟ انا هلأ بالتاكسي وجاي لعندك، استناني. خلينا نفكر لنا بشي خطة. نسيت اسألك، الو، شو عملت بالسي دي؟ اخدته؟ معقول ما اخده؟ معناها كسره بسرعة. طبعا طبعا، صار شقف ونتف، ما ضل منه ولا شقفة. ايها هذا خبر حلو، يلا لأوصل بنحكي. بدي روح لعند آمال وإلا إنه فريدة بنتنا لازم. هذا بيت رسلاني الماز؟ ايه، انا بكون رسلاني الماز. بدك تيجي معنا على المخفر لو سمحت. على المخفر؟ ايه تفضل اطلع يلا. تفضل على السيارة. ما قالت امتى جاية؟ والله ما بعرف، هي اجت المدام. مدام منار؟ خير شوفي. رح تجي معنا على المخفر. وشو السبب؟ رح تعرفي السبب بالمخفر. طيب قلي الموضوع باختصار لو سمحت. لا تخلينا نستخدم معك القوة، تفضلي. خبرينا تيمور بيك، الحقني بسرعة. حاضر مدام. تفضلي معنا. خلص ليكني جاي معك. Oh.
فتحوا الباب. طلعوني من هون. تفضلي. صحة وهنا. أنا حكيت مع تيمور، تغير لون وشه وتلبك كتير. وأنا كمان احترت ومالي عرفانة شو بدي ساوي. طيب منار، لو كانت مو بنتي مين بتكون من هدول الناس يلي عايشين معي بالبيت؟ على كل حال بعد أسبوع رح تبين معك الحقيقة، ورح تقلع هدول النصابين من بيتك وحياتك كلها. طيب وإذا كانت بنتي؟ ما بظن هالشي يكون صحيح، لأنه بعد ما لقيت الخاتم مستحيل. أكيد رح تبين الحقيقة، رح نشتغل مع بعض لنتأكد. مع بعض؟ أنا حاسة بالذنب وبعتذر كتير على كل شي ساويته معي. لو ما تركتك بالبداية لحالك ما كان صار هاد الشي كله. ما بعرف هلأ كيف بدي فوت على البيت، شو بدي إلا لمنار؟ كيف بدي أطلع وشها؟ معناها لا تروحي على البيت، ولبين ما تطلع النتيجة عدي بشي مكان. بس ما فيني سافر لمحل هلأ. ما في داعي إنك تسافري، بس روحي لشي مكان بعيد، يعني مثلا روحي على مزرعتك بجمهوريات، عدي لك كم يوم وريحي أعصابك. ما بعرف بصراحة، فكرة حلوة. فهمني لشوف، ليش تركت السيارة بعيد؟ بيت مين هاد؟ خالتي. طلع لا تكون خابص لك شي خبصة. خالتي مشان الله هدي شوي خلاص. تعالي. ماشي كمان. تعي. طيب جاي. خالتي استنيني هون شوي. ماشي ماشي. الله يقدرنا على فعل الخير. شو نحن حرامية؟ ليش رح تنفوت على بيوت العالم هيك؟ خالتي سنبول تسلم لي عينك، بدنا ننقذ المخلوقة، خلصينا، يلا فوتي بقى. ايه هذا البيت لهي المرأة؟ لك مشان الله. ما شاء الله بتاخد. خالتي سنبول خلصينا من هالحكي الفاضي، تعي معي بسرعة. يلا مشان الله، يلا زلي. يلا خالتي يلا. من هون من هون، فوتي فوتي. يا على قامتي، شو صار فيها؟ مين اللي عامل بهالبنت هيك؟ بس ما تكون انت. ها خالتي سنبول، لو انا اللي كنت عاملها بيجي لعندك لحتى داويها. ان شاء الله اكون غلطانه وما تطلع كذاب. جيب لي هلا قطش تنظيف مشان ساوي مرهم، وكم قطعة قماش نضاف مو سخين. من وين بدي لاقيهم هدول؟ شو بيعرفني أنا من وين؟ روح لاقيهم يلا بسرعة. طيب يلا. طيب بسرعة ولا؟ إمتى استأجرت فريدة أفاجيل بيتك؟ صار شي لفريدة؟ جاوب على قد السؤال. من فترة شي أسبوعين بس، مشان الله حضرة الضابط، فريدة صاير لها شي؟ بالله ليش عم تسأل؟ لا تكون بتعرف شي ومخبيه. مشان الله سيدي طمني بقى، صاير شي لفريدة؟ بنتي فيها شي؟ شو قلت هلأ؟ عيد لشوف.
قلت بنتي بعتبرها مثل بنتي. لا تاخذ على كلامي وطمني مشان الله صاير لها شيء. جيب له كاست مي. حاضر سيدي. تفضل. فريدة أفاجيل مو مبينة من يومين، وآخر مرة هي طلعت لعندك. أنا ما شفتها. ليش؟ ما كنت بالبيت؟ بالنهار كنت، بس المساء طلعت مشوار. معقولة طلعت بهالوقت؟ فيك تثبت إنك ما كنت بالبيت؟ في عندك شاهد؟ المساء طلعت أتمشى وأغمي علي، فتحت عيوني لقيت حالي بالمشفى، واليوم رجعت على البيت. طلعت تتمشى وأغمي عليك، ما هيك؟ يا ابني أنا مريض بالسرطان. هلأ انسى هالشغلة وخبرني بسرعة، فريدة بخير؟ ماشي ماشي، اهدى شوي، أعطيني اسم المشفى لأتصل فيهم لشوف. معقول مفكرين إنه أنا خطفتها؟ أنا مالي علاقة فيها ومستحيل اخطفها. اسمعوا على هالحكي، شو أنا ما عندي شغلة غير فريدة؟ نحن ما جبناكي بدون دليل، هي اتصلت بزوجها وقالت اسمك. طبعاً، رح تساوي هيك لحتى تنتقم مني، ممكن تعمل كل شيء من غيرتها طبعاً. بس قايلت له عم تلاحقيها. إذا هيك أنا شو عم بعمل هون؟ شو علاقتك بهالمرأة؟ قليلي لشوف. اسمع لقلك، زوج هاي المرأة كان يحبني وضحك علي وقال لي إنه رح يتزوجني، بعدين جبت منه ولد، فزتني بالشارع أنا وابني وتركنا لحالنا، بس أنا كملت حياتي من أول وجديد وتزوجت ونسيت القصة، بس هدول شكلهم ما بدهم يحلوا عني. اسمع، يعني أنا لو كنت حاقدة أو بدي أذيها كنت خليتها تيجي تشتغل ببيت أمي. عم تشتغل ببيت أمك؟ إيه، تشتغل خدامة عنا، لأني شفقت عليها وعلى أولادها شغلت عنا. إيه عن جد، الواحد ما يعمل خير ما حدا قال، أنا خطفتها قال. بعدين هي مو أول مرة بتترك بيتها وبتهرب، عملتها أكثر من مرة، ويمكن تلاقيها ملحوشة بشي مخفر. ما بدي أحكي على حدا، بس هي المخلوقة عندها سوابق بالسرقة. ماشي ماشي، فهمت عليكي، بس كان بدنا إفادتك. جيب لها للمدام كاسة عصير. حاضر سيدي. منار، هلأ يا ترى أنت عن جد بنتي؟ رنين، اتركي اللي بإيدك بسرعة واطلعي لفوق ضبي لي كل أغراضي، رايحة على مزرعة جمهوريات. حاضر مدام، بس رح تطولي هنيك؟ ما بعرف، عم فكر ضل كم يوم. بدي أسألك رنين، فريدة من امبارح لليوم ما اتصلت؟ لا. يعني ما بعرف شو قصتها لهالبنت، إن شاء الله ما يكون صاير لشي. مدام آمال، بدي أقلك على شغلة بس لا تعصبي، يعني أنتي مرة قلبك طيب ومنيحة مع العالم، وهي استغلت هالشي وأخذت المصاري وهربت. قلتلك قبل هلأ بس أنتي ما صدقتيني. بصراحة أنا فكرت بكلامك، بس هالمرة رح أعمل مثل ما قالت لي فريدة، رح أسمع يلي بيقوله قلبي، لأني بعرف فريدة ما بتعملها. لكن بتستاهلي. تحملي بنتي، رح تتعافي، رح داويكي بإذن الله. تحملي حبيبتي، تحملي.
طولي بالك بنتي، طولي بالك. الحرق رح يروح، صبري كم يوم وبإذن الله رح تنسي كل هالوجع هاد. شو صار؟ حكيتوا مع صاحب البيت؟ جبناه وأخذنا إفادته وبعدين طالعنا. ليش؟ طلع ما بيعرف شيء؟ بالوقت اللي اختفت فيه مرتك كان بالمشفى، الزلمة مريض سرطان. طيب والتانية؟ استنى بعد شوي بتطلع. شو عملتي لها؟ ما عملت لها شيء. سأل حالك، تركتها وبدك تاخذ الاولاد وناوي تطلقها. حابب عدلك كمان؟ انت ومرتك اكذب من بعض، واحد بيحكي والتاني بيصدق. فريده مو كذابه، قالت انه عم يلحقوها وذكرت اسمك. وانت دغري صدقتها مو هيك؟ شوف حالتي وشوف حالتكم، ليش لحتى نزل مستواي والحقها؟ أنا هلأ عايشة حياة راقية يا شرف، مديرة لشركة كبيرة، خدام وحشم، وعايشة بفيلا فخمة وكل شي تحت إمرتي، كل شي بطلبه بيجي لعندي. بس شوف وضعكم، شو في عندكم؟ الخرابة اللي كنت مسكنني فيها؟ مرتك خدامة وأنت عواطلي، لا شغلة ولا عملة. أنتوا مالكم من مستواي، يلا بعد منو الشي. بسرعة. لا بدك تستني. شو عم تعملوا له؟ شو إليك شغل بالمخفر؟ وانت شو إليك علاقة؟ طبعا وقت بتقولي اني ابوكي بيكون إلي علاقة فيكي. طلعي فيني، نحن اثنين منعرف انه كلامك كذب، لا انت بتكوني بنتي ولا انا بكون ابوكي، فهمتي؟ أي. روحي اعترفي بالحقيقة. شو بدك من البنت؟ رح افضح حمايلكم وكل شيء رح ينكشف، والمدام امال عرفت كل شيء، اجت على بيتي ترجع لي الخاتم، وانا هلا رايح افضحكم قدامها ورح اقول لها انه هالنصابة مو بنتي، فهمتوا؟ اطلعي على السيارة. مدام أمال؟ رح حط الشنطاية بالسيارة، في شي تاني بدك إياه؟ لا يسلموا إيديكي، أنا هلا رح أطلع غير ثيابي وروح. ماشي مدام. كل المصايب وقعت على راسي، آمال من جهة ورسلام من جهة، وكان ناقصني شرف، ورنا بدها فرصة. نحن ما بيهمنا هذا الحكي كله، بيهمنا إنه هذا الحكي ما يوصل لآمال.